ترى الخير والمحبة والاشتياق من أخوكم عادل أضلن. والنعم يسعدني أن أكون أول مرة في مدينة بيرث بإستراليا. احنا دائما بسيدني ومنظم عرف الحفلات هناك. الاخ احمد والاخ محمود مشكورين اللي قاموا كل هذا الجهد، ولما الجاليه العراقيه الحبيبه الموجوده في هذا المكان. والعراقيين دائما وين ما اروح بالعالم اقول كلمه واحده دائما اقولها، حدود العراق كبرت وامتدت بيكم من العراق الى استراليا بوجودكم هنا. راح ابدي الحفله ليله عراقيه مثل ايام بغداد بكل تفاصيلها. الستيج مفتوح للرقص. اول شيء عاده ابدي انا بالاغاني السلو اللي حبيتوها، اريد الكابلات، بس الكابلات طبعا. نحكي انه احنا هسه في نادي الصيد او نادي المنصور او الانديه، يمكن سلو اغنيه او اغنيتين وبعدين شويه شويه نحرك الامور. فاهلا وسهلا بكم، وتحيه للفرقه الموسيقيه اللي جتني من سيدني وياي الاستاذ مؤيد عازف الكيبورد الكبير، واستاذ سعد عازف القاعات، والاستاذ رامي جاي من كليتهم وجوي، طبعا عراقيين كليتهم وجوي مصري. راح ابدي اغنيه كلكم تحبوها ونحافظها قلبي، بس اريد الكابلات يبدون بالسلو بالرقص. هذا الكفر الأول تصفيق إلى أحمد وزوجته. Yeah.
عمري اللي عارف يوقع.